هدوا كل جبار حقود ومضوا في ثورة جبارة قادها منا ميامين الأسود. نبقى الآن مع كلمة سعادة سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأستاذ محمد الحضرمي، فليتفضل. الإخوة أبناء الجالية اليمنية هنا في نيويورك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري مشاركتي معكم اليوم من نيويورك للاحتفال بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدتين. تأتي هذه الذكرى ونحن بحاجة إليها أكثر من أي وقت سابق. تطل علينا هذه الذكرى العظيمة اليوم وبلادنا مخطوفة من قبل الإماميين الجدد الذين طغوا في البلاد وانقلبوا على الدولة ومؤسساتها بقوة السلاح وحاولوا طمس هويتنا الوطنية وتاريخها العريق وكسر إرادتنا كيمنيين من أجل إنهاء ما حققه ثوار الأوائل، ثوار سبتمبر وأكتوبر المجيدة الذين ضحوا بحياتهم لتحقيق أهداف الثورة النبيلة الداعية للوحدة والمساواة وإزالة الفروقات والامتيازات الطبقية البغيضة والتي وللأسف نراها اليوم تتجلى بأبشع صورها في صنعاء وما حولها تحت الاحتلال الحوثي. إنه الانقلاب الحوثي الرجعي الإمامي إخوتي الأعزاء الذي يسعى جاهدا لتشويه مجتمعنا وفتق نسيجه الاجتماعي من أجل فرض خرافات الماضي السحيق. كما تأتي علينا هذه المناسبة العظيمة في ظل من يروج للوهم ويسعى جاهدا لتمزيق الوطن واستعادة العهد البائد، عهد التشرذم والانقسام، عهد الجهل والفقر والمرض، عهد الرجعية والتخلف والكهنوت. ونقول لهم جميعا بأن جمهوريتنا باقية وبأن وحدتنا باقية، ما بقت الأرض والسماء، وأن عزيمة شعبنا اليمني الأبي لن تلين ولن تهتز أبدا. الإخوة الأكارم، أنتم لستم مجرد جالية في بلد أجنبي، بل أنتم مجتمع يمني أمريكي يزيد عن 400,000 في هذه البلد الكبير، يتمتع بكل المزايا والحريات والحقوق في هذا البلد. كل الوطن راسخ في قلوبكم جميعا، ولذا فإنها مسؤولية كبيرة عليكم في عاتقكم تجاه بلدكم المكلوم وقضيتكم الوطنية العادلة وتجاه وحدة هويتكم وأرضكم اليمنية الخالدة، أرض التاريخ والعراقة، أرض سبأ وحمير وحضرموت وقثبان، أرض أجدادنا الذين أصلوا فينا حب هويتنا الموحدة. الإخوة الأكارم، ما أحوجنا اليوم للم الشمل وتوحيد الموقف، فالمؤامرات كبيرة تحاك على جمهوريتنا وعلى وحدة هويتنا اليمنية الخالدة. ولذا فإني أدعو الجميع من هنا لرأب الصدع وتوحيد الكلمة. يكفي انقسام، فلنكن يد واحدة للقضية الوطنية، وبإذن الله سنستمر في دعم كل الجهود لتحقيق ذلك، وبإذن الله
تتوج هذه الجهود التي بدأناها العام الماضي بإنشاء كيان جامع لكافة أبناء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون صوتكم أقوى وأعلى في عاصمة واشنطن. وأجدها فرصة للتأكيد مجدداً بأن السفارة اليمنية في واشنطن هي بيت اليمن الكبير، وأنها ستقدم الخدمات وتظل للجميع بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو المناطقية أو الحزبية. فاليمن الكبير أخوتي الأعزاء يتسع للجميع. الإخوة الأكارم، أشكركم مرة إخوة على هذا الحضور وعلى هذه المبادرة للاحتفاء بثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيدة. هذه الثورة التي أخرجت اليمن، هذه الثورة التي أخرجت اليمن من عصور الظلام والكهنوت والرجعية، وبإذن الله نرى اليمن الكبير عزيزا قويا عصيا كما عهدنا. وختاما إخوتي الأعزاء، أنتهز هذه الفرصة لأنقل لكم تحيات فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس ومعالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين. وعاش اليمن حرا آمنا مستقرا وموحد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعادة سفير الجمهورية اليمنية في أمريكا العظمى محمد الحضرمي. وأحب من هنا أن أذكر سعادة السفير وكل سياسي يمني وكل إنسان على وجه هذه الأرض، الوحدة لا تتم إلا بالعدل. لا يمكن إطلاقا تحت أي ظرف من الظروف أن توحد الناس في ظل وجود اختلالات وظلم، وفي الوقت الذي قلوب اليمنيين الأمريكيين مفتوحة لكل أخ من أخوانهم. نذكر ونقول النظام، العدل، المساواة هو أساس أي نجاح. قبل أن نبدأ بالفقرة القادمة، أحب أن أحيي ضيف كبير جدا 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 بالنسبة لي أنا شخصيا، هو أكبر الضيوف في حفل اليوم. هل تعرفوه؟ الذي يعرفه إلى جائزة جالكسي من دي اللي يبيعوا بالبقالات. هل تعرفون من هو هذا الضيف؟ أريد كل واحد منا أكبر وتصفيقه، صفقوا لما تؤلمكم أيديكم لهذا الضيف. لا، الرئيس بايدن ليس هذا الضيف، ما هلا. هذا الضيف هذا، لا 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 لا، عبد الوارث يشيل الجائزة. هذا الضيف هو كل واحد منكم، نحن لا شيء دونكم. ماذا لو هذه الفعالية ما حضروا إلا 10 أشخاص؟ هل كانت ستكون بهذه الزخم؟ بينما الغادة وكل من سيتحدث يتزاحم هنا، أنتم الأبطال الحقيقيين، كل واحد منكم لفترة طويلة، وأبناء الجالية اليمنية الأمريكية الأبطال الحقيقيين يتم تهميشهم. فلذلك أريد كل واحد منكم أن يصفق لنفسه أكبر تصفيقه. قسما بالله العظيم ما ننفلت الميكروفون إلا إذا قد سمعتوا أكبر تصفيقه. نعم، أنتم نجومنا، فلولا المظاهرات ولولا الفعاليات ولولا التصويت ولولا الحضور ما حصلنا على شيء. وما يتصارع عليه القادة هو منتوجكم أنتم، فأنتم نجومنا الحقيقيين. ما عندما يكون هناك استبداد، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل الحياة تنتزع، القادرين والموهوبين يهربوا من الساحة. لدينا لكم فقرة رائعة جدا. لماذا هذه الفقرة لم تكن حاضرة بالسابق؟ لأن المستبدين أصروا على أخذ كل شيء. فالأخ فضل عامر، هذا الوجه اليمني الأمريكي الرائع، الذي هذا الاسم الذي بإذن الله سيكون له شأن، والذي هو اليوم يتكلم لأن الاستبداد قد زال، سيقدم لكم هذه الفقرة. تفضل.
نبا عن السجن ثم ارتد يهدمه كي لا تكبل فيه بعده قدم. إن القيود التي كانت على قدمي صارت سهاما من السجان تنتقم. إن الأنين الذي كنا نردده سرا غدا صيحة تصغي لها الأمم. يعتبر المسرح أداه وسيلة حضارية في تاريخ شعوب العالم وفي تشكيل وتطوير ذهنية المجتمعات ومساعدتها على إعادة صياغة حياتها بشكل يتناسب مع مطامحها وتطلعاتها المستقبلية. أما الآن مع الأخ كريم الحسني لأقدم لكم نبذة على المسرحية القادمة. طيب أنا متوتر، أنا خائف، مع أنني الشعار والكتاب، لكن قلبي الصغير حين أشرق طيفكم قد قال لي في حيرة يختاف: لا قول عندي في مديح جمالكم سيخونني الترتيل والإعراب. في الذكرى 61 لثورة 26 من سبتمبر، الله أكبر الله أكبر، قد أتى سبتمبر وتحقق الحلم الكبير وأثمر، قد بان للدنيا بأن ترابنا جمر ومن يمشي عليه تعثر، وتأكدت كل العواصم أننا بلد عظيم قل أن يتكرر، وغدا سيفهم كل حر أنه مهما بغى سجانه سيحرر. أهلا بذكرى كسر كسرى عندنا، أهلا بهذا المصطفى سبتمبر، وغدا ستحتفل الديار جميعها بمرور مارد ثورة أكتوبر. أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. إلى المسرح بعنوان: الجهل يمحو كل شيء. فكرة وإخراج يوسف الضفري، تمثيل كل من مراد فضل، مأمون البحري، يوسف الضفري، إكسوارات وديكور الفخامة، متعهد حفلات مورس مارك 850. فتحية لفريق المسرح وأهلا وسهلا بكم جميعا. ما شاء الله الجمهور كثير، بس أنا مضايق، أنا ضايق حالتي حالة، مش عارف أنا كيف أنتم مستحملين هذا الوضع. يوه بل ده، كيف أنتم مستحملين هذا الوضع؟ أنا قبل فترة أجا واحد من الخارج يحكي لي كيف الناس عايشين بالخارج، أنا ما صدقتوش كيف احنا وعيش احنا بالمستوى. صدقوني يا جماعه الخير، الفرق بين الامه والاخرى هو العلم او الجهل. لا حول ولا قوه الا بالله. ماذا شكلك اليوم؟ اسعد يوم بحياتي. اوه شكله في حاجه حصلت بالبلاد، في تغيير حلو. اسعد يوم بحياتي. اي حلو، ايش اللي مساعده خليك سعيد هكذا؟ ايش اللي مات خالي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. طيب المفروض واحد يزعل مش يفرح. لا لا سعيد. طيب ايش الذي خليك تكون سعيد؟ خالك مات. خالي ما يديش الحبوب حق الايمان. خالك ما يديش الحبوب حق الايمان، فقد روح انتزع فرح. فقد روح فرح. الاخ مطبل زع، اهلا وسهلا حياك الله. مطبل ونص. اهلا وسهلا حياك الله. خالك بطل المفروض ان احنا نبتديه، ما ضيعش محصوله طول السنه. لا وراح يديه للامام. انا ثمرت جهدي طول السنه احصد وازرع واروح اديها للامام. ليش؟ يستاهل الامام، هذا ولي الله. هذا ولي الله. نعم. المطر والحبوب كل شيء يساعده. لا اله الا الله. طيب انت عارف ان احنا الان في جهل.
احنا في صنعاء جهل عادي قدام شوي هيا شوف هذا هو خبرنا من قابل واحد جاهل هكذا يجاوب طيب تعرف عني حل انا مريض ما فيش ولا مستشفى داخل الجمهوريه اليمنيه ما كانش الجمهوريه ما فيش ولا مستشفى داخل اليمن انا مريض الشيخ علي العلاج موجود ها اعمل زنجبيل اها زير وهي حل بقدونس هذا ما تفتح محل بهارات هذا علاج علاج هذا علاج طوروا كيف 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 زنجبيل اها وزير وهي اها ثورة اها بقدونس تعبانك من البقدونس هذا اللي تخزن بوال مالك من البقدونس كل الناس بتخزن تدري بعدين كيف عملها؟ هذا يا حبيب قلبي مواد تحليل انا اشتي علاج في ناس معهم عده انواع من الامراض يشتوا يتعالوا انا ما اشتيش صحيح الطب الاعشاب هو علم لكن الشعب اليمني يجهل هذا العلم مش اي واحد يقدر يخلق اعشاب ودال اي واحد يتعالى انا دكتور اعشاب اخلق اي شيء انت مش دكتور اعشاب شكلك منتف انت ليش قالك تافه ليش جالس تطب للامام شكلك منتف في حالك الامام هو البركه يا اسطى الإمام هو البركة نعم هذا هو المفرد هو مفرد الله إذا أنت شايف نفسك بالحقارة هذه كيف تشتي غيرك يشوفوك لازم تشوف نفسك عندك عزك نفس أنا أستاهل كذا وأستاهل كذا ومن حقي كذا أبسط حقوقي إن أنا أدرس وأتعلم وأتعالج وأكل وأشرب إحنا يمنيين يمنيين هذه أبسط حقوقنا أبسط حقوقنا السلام عليكم ايوه ولا دواء لا عسكر الامام الدنيا امان امان هذا المكان هدوء للجسم نفتح الكتب التعليم عندنا ممنوع نشوف ايش فيهن واحد يتعلم حارمي لنا من الكتب حارمي لنا ان احنا نقرا ونتعلم ما هو هذا؟ لا هذا ما تعلم ولا هذا ولا كتب كتب ما هذا؟ كتب ايش كتب هذا؟ ولا كتب ولا ايش تتعلم؟ ايش هذا؟ ايش هذا اللي حصل شفته قبل شويه؟ ايش شفته معي مع الفتيات؟ اللي جالسين ايش شفته؟ مشهد بسيط واحد دخل يشي يتعلم كل حلمه انه يتعلم هذا طموحه. هقع عسكريين الامام ايش؟ خرجوا من المكان وقال ما نشتيش العلم ولا نشتي الحاجه، هذا هو يشتي يقولها بالطريقه هذه. والله العظيم موقف مؤلم لما توقف كل طموحه انه يتعلم ومش قادر يتعلم، عايش في حصار يشتي يبني بلده ويشتي ينهض يشتي يعمل يشتي يسوي بس مقيد اخص حاجه انك تحط نفسك في قيود لا تحط نفسك في قيود اي حاجه تشتي تعملها اعملها على طول لا تخليش اي حد يوقفها تعال 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 نعم ولا نعم ايش الخبيث ولا والله شكلك ناهب الهبة ما والله انا ناهب ايش الخبيث هذا الوقت يا أخي داخل أشياء أيش مخبي كنز مثلا في آثار نعم جوهرات حاجات لا 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 والله إنك عدوري يا أخي العسكر ما بمشي حد هذا العسكر حق الإمام أنا داري إنك إنسان طيب بس أنا مفجور ما فيش بمشي حد لا تخافش وريني وريني إيش داخل المشروع بس ما تحدين ولا حد يدري أنا لا قبل خلوه شيعيين مداخل الرقص لا تخرجني ما في شحال كتب يا أخي نشي نتعلم نشي نغير نشي نتطور هذا هو كنزك هذا هو كنزك شوية كتب هذا هو وأنت محاصر ما قدرتش تتعلم والله نعم لا حول ولا قوة علينا لجان قد الداعي للإمام كيف يتعلم اسمعني ها تفضل عارف البيت حقيقي أيوه تروح للبيت أيوة. تجلس داخل وتتخبى وتتعلم وتدرس وتنمو عقلك ومهاراتك لما تنهض البلاد كلها
يا جماعة الخير، قد يبدو الموضوع بسيط جدا لبعضكم، لكن هو كبير. لو كل واحد منكم، واحد بس، ساعد أو مهد شخص واحد إنه يتعلم أو يدرس أو يحقق حاجة، صدقوني كلنا بنراه. لا تشوفوش الموضوع صغير، زي ما قلت لكم من قبل، الفرق بين أمة والأخرى هو العلم. إن كنت جاهل كنت أسفل السافلين، وإن كنت متعلم كنت أعلى المخلوقات. هذا هو خبر. مالكم مالكم يا خبرة؟ ما قدامي ما بشيل أنا، ما بشيل أنا، ما بشيل أنا. لا تكلم، لا تكلم. سلم سلم يعني مسافر. إهدا إهدا، ما بشيل أحد والله، ما بقول أنا. إهدا سلم، ما بش ما بشيل أحد، ما بشيل أنا. أنت مشاعر مالك مالك بابا، احكي لي مالك. بيان بنفسي واحد واحد كيف؟ أعداد زوجية. كيف؟ والتنشيط الطيب هذه هي مشكلتك يعني الكبرى. تعال أحكي لك واحدة من المشاكل. أنا ومعي المرأة حامل، وهي بالشهر إيش؟ الشهر التاسع. نعم. وما قدرت تولد ولادة طبيعي. فأنا مش عارف إيش أعمل، ما فيش حتى مستشفى أقول لك هذا يصير. خلها تبيع. يا حبيب قلبي ما ينفعش، كيف اخليها تبيض؟ هذه من الثدييات، من معلوماتك، من الثدييات، من الثدييات، ما ينفعش تبيض. هسه اسالك سؤال، وهذا السؤال هو محير، يا الغلط عندك يا عيني. انت ليش للدافع على الامام واقف بصفه؟ في حاجه مثلا شفتها بالامام احنا ما شفناهاش مثلا؟ ايوه. ايش ها؟ قل. لا يخزنني نقد المشكلة. أسألك بالله، هذا 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 سبب يخليك تضحي بروحك وعيشتك ودنيتك لقلبها؟ وعبى حاجة ثانية. أيوه هكذا أقول، في حاجة ثانية أحسب أنه هذا هو السبب. أنا أحسبك أهبل اصطلعت. ها، أيش السبب الثاني؟ لا خليني أشرب المداحة. أستغفر الله العظيم. هذا ولا أسباب؟ هذا ولا أسباب يخليك تضحي بروحك لقلبها؟ نعم أضحي بروحك. قم 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 قم. استغفر الله العظيم، كل الله العظيم. إذا كان الحاكم حاشيته بالشكل هذا وبالعقلية هذه، كيف أنا أعمل والله العظيم مصيبة؟ كيف أنتوا يا شباب مرتاحين؟ دقيقة. ايش اقول؟ ايش اسوي؟ ايش اعمل؟ منتظرين الامام. عذرا الان بس. فما ينفعش نخلي المسرح فاضي، لازم يكون واحد فيه موجود فوق المسرح. لما يجي بس الامام. يا حضرتك. ايوه. ما هذا؟ من الذي يسبب جوع الشعب؟ ايش؟ ايش السيما هذا؟ انا ما شفتوش العسكري اسم من الامام الا هنا والله. تعرف الخبر طرح الدرس. هذا ما تحسب داخله اعضاء مثل انا، هذا داخله اكياس زي القزمه يومي جديد. عسكري هذا من الذي بيدير الشعب؟ من الذي بيدير قلق الشعب؟ هذا عدو خرق الان. عدو خرق الان. منين؟ الذي كان يثير الشعب يتكلم عليك هذا عنده حركة الحين. يا شعبي الكريم، أيها الفلاحين. أها أها. منعت حقوقكم؟ أيوه. أها أها. أيوه. إذا في واحد بينكم عنده مظلمة يجي لعندي وأنا أبوه أنصفه، وليش أنا إمامكم؟ الذي في معه مظلمة يطلع يقول انا مظلوم. تعال. ها ولدي انت مظلوم. ايوه يا امام. يوم انا عند ابوي. جيلا عند ابوه. مالك يا ولدي؟ ايوه يا امام. انا مظلوم. من ظلمك؟ العسكري على ظلمك.
هذا ظلمه. بس صرح لي عشان اقول لك ليش ظلمني. قول في من ان ظلمته؟ هذا ظالم الشعب كله وانا معاهم. تكفي كيف احوالك؟ ارجع سوا قاصد. ها قول لي يا ولدي كني ميت. ها ليش ظلمت لي يا ولدي؟ ما فعل ذلك يا إمام. أنا كنت أقرأ كتاب. ها؟ أنا كنت أقرأ كتاب. تقرأ شكله ضربك صح؟ أيوة ضربني وأخذ علي الكتاب. شل عليك الكتاب؟ كتاب ما هو الكتاب الذي كنت تقرأ؟ كنت أقرأ كتاب يتكلم عن الثورة المصرية. كتاب الثورة المصرية؟ أيوة أيوة ضربني وأخذ علي الكتاب. شليت عليك كتاب الفكرة المصرية. الآن أنصفك يا ولدي. أو هذا حق ممنوع؟ أو العلم والثقافة والاطلاع ممنوع بالنسبة لكم يا إمام؟ أبدا. العلم من حق أي إنسان بيتعلم. كيف يمنع العلم؟ العلم تعلموا وقروا. إذا انصف لي منها يا إمام. أنصفك الآن. وإذا بتقول إن ما عاد زخلاء يا زلمة بين الشعب وإن الشعب تحت سيطرة وإن الجاس نعم داري ولا في جاس ومن أين صلها الكتاب المصري؟ الله أعلم الله أعلم. هي دخل للداخل لا يخرج أبدا. هو أنا الإمام. هو دخل استمر. أنا ذي كنت أتخاب عليك. نعم. وأنا ذي كنت أحرض الناس. أنت الذي تحرض الشعب؟ أيوة بدي أحرض الشعب عشان تعمل تدعي عليا. ما هو أيوة؟ ما هو أيوة؟ مدري ما هو أيوة؟ أنا ذي كنت بين أحرض الناس عشان تعمل تدعي عليا. أنداري من أنا؟ أنداري من أنا من أولياء الله الصالح؟ ما أتعمل أنت ولا تدعي عليا. لو أدعي عليك الآن لا أصيبك بالشلل. أصور لي. اللهم شل بدنه. دهبان صح تضحك لك على الناس. انا داري من انت وداري ستتكلم مع من واثق من نهايتي على فكره وداري انك حتعجبني بس لموقف قدام الرحمن الرحيم بقول انا قلت وانا قلت في المدحه. تعدمني اعدمني ما يهمني اعدمك اعدامك بيكون لا محاله. خليني اقول كلمتي الاخيره ترى ما بتحكم. قول اخر امنياتك في الحياه. انت انسان ظالم احد الان قالها على وجهك بس انا اقولها على وجهك. انت انسان ظالم وما تمثلش اي حد من الساده ولا تمثل اي فئه. الظالم ما يمثل الا نفسه. تسمع يا امام أشياء أقول لك حاجة. على الإنسان يولد وداخله بذرتين، بذرة خير وبذرة شر، كله على ما تعمل أنت وتربيها. شي تربي بذرة الشر بتوقع طاغي وظالم، شي تربي في بذرة الخير بتوقع إنسان خير ويحبك أرحم الراحمين وتكون داخل جنته. لكن أنت ربيت بذرة الشر وما تخص إلا نفسك وما تمثل إلا نفسك. يا ظالم يا معتدي على اليمني. ما حدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجهل يبدوه كل شيء في كتاب الجهل يوسف الدفري تكفيل مراد طبر مأمون البحري يوسف الدفري إكسوارات وتمثيل الفخامة ورزوار 855 من ذلك التصفيق ما خارج نستيعك.
وايد هايلندر لو سمحت صاحبها يذهب. طبعا الابداع الذي للتو شفتم اخذ وقت طويل من ابنائنا اكثر من اسبوعين وهم بعد الدوام يقومون ويشتغلوا عليه، فتحيه لابنائنا الذي قاموا بهذا الدور. اكبر واهم وربما العامل الاول في نجاح الثورات هو تمكين القادرين. للأسف الشديد في يمننا الحبيب وأيضا في العديد من الجاليات في كل أنحاء العالم، القادرين أبناؤنا الموهوبين ليسوا في الأماكن التي يفترض أن يكونوا. اسمحوا لي أن أقدم لكم شاب يمني أمريكي قادر يمتلك موهبة بل مواهب من النوع الذي تحتاج تدخل التلفون وتقرأها، ما تقدر تستعملها كلها لأنها مواهب كثيرة. اسمحوا لي أن أقدم لكم صديقي وأخي الشاب اليمني الأمريكي وليد الحريري لتقديم كلمة الشباب في هذه الفعالية. الأخ وليد الحريري هو عضو الإدارة التنفيذية ومدير منتدى اليمن الدولي في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، وهو أيضا زميل مقيم في معهد حقوق الإنسان بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا. نعم جامعة كولومبيا. شغل وليد سابقا منصب مدير مكتب مركز صنعاء في الولايات المتحدة، وعمل قبلها مع معهد السلام الدولي ومع هيومن رايت واتش. الأخ وليد ليس إلا واحد من آلاف اليمنيين الأمريكيين الذي حان الوقت بأن يتصدروا المشهد. زمن أن يتحدث من ليس قادر قد ولى، وزمن أن يأتي وليد وأخوانه قد أتى. فتحية لوليد وتحية لشباب اليمن الأمريكي القادر. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي أن أسأل لماذا نحن هنا اليوم. نحن هنا لنحيي يوم 26 سبتمبر المجيد، يوم تحرير اليمن من كهنوتية الإمامة، يوم قال أجدادنا غير العبودية بعد اليوم، يوم ضحى فيه أنبل الشخصيات في تاريخ اليمن، يوم بدأنا نفكر في مستقبل أولادنا وبناتنا، ويوم نقوم بتذكير الناس خاصة الشباب بأهمية الديمقراطية وسيادة القانون، ويوم نحافظ فيه على تاريخ وتراث وقيم الوطن الأم اليمن. نحن هنا في مدينة نيويورك على قرب من تمثال الحرية الذي يرمز للحرية والديمقراطية في العالم، والمدينة التي استقبلت آلاف اليمنيين وفيها ولد آلاف من أبنائنا وبناتنا. وبالنسبة لي كشاب يمني فإن ذكرى 26 سبتمبر لا يعني فقط يوم الاحتفال، بل هو يلهمني لكي أصبح أفضل شخص يمكنني أن أكون، لأنني أعلم أنه إذا تمكن أجدادنا من الدفاع عن أرضهم وحقوقهم فإنني أستطيع أن أحقق أي شيء. ولكي نحقق النجاح نريد مساعدة الآباء في تمهيد الطريق لنا. أنتم آباءنا وعقلائنا سافرتم أكثر من 13,000 كيلو متر للوصول إلى هذا البلد، وعملتم بشكل متواصل دون أدنى راحة في كل أرجاء هذه المدينة، والأغلبية في البقالات أو الجروسي ستورز. ولقد جربت شخصياً ذلك الفترة من حياتي مع والدي في شرق بروكلين، إيست بروكلين،
على بعد 5 شوارع من ستار رايت سيتي، أخطر وأعنف مكان في بروكلين على الأقل خلال 12 سنة الماضية. وفي ذات الوقت سمح لي بدراسة الثانوية والبكالوريوس. نعم، لم يبقى مكان إلا ونحن تواجدنا فيه للبحث عن لقمة العيش لأطفالنا. نشتغل 7 أيام و12 ساعة في اليوم، وبدون إجازات، لا في نهاية الأسابيع ولا في الصيف ولا في الشتاء. ومع هذا الجهد الجبار لا زالت أفئدتكم وروحكم وعيونكم تهفو إلى اليمن وتبكي على حالها. إن البعد قاسي، والأسوأ مشاهدة ما أتى إليه الوطن الآن. الجوع والجهل والمرض ثوالثية مرة كانت قوام الإمامة قبل 61 عاما، ومع الأسف ملامحها عادت في يومنا هذا في الوطن. ومع كل هذا أنتم آلاف الأسر في داخل اليمن، أنتم السبب أن اليمن لم تنحدر إلى أسوأ من أسوأ حتى الآن، وأنتم من لديكم القدرة على مواصلة ما بدأ فيه أجدادنا الثوار، وبداية في تخليد ذكرى 26 سبتمبر في حياة أبنائكم وبناتكم. المستقبل هو في أيدي الشباب، وهذه المرحلة والتحديات تتطلب صفات الشباب، حالة ذهنية ومزاج الإرادة ونوعية الخيال. الشباب هم طاقة الحياة والمستقبل، فهم الذين يحملون رؤية جديدة ويتحملون المخاطر. إنهم المبدعون والمخترعون الذين يصنعون التغيير ويقودون العالم إلى الأمام. وفي السنوات القليلة بدأنا نشاهد دور الشباب القيادي في مدينة نيويورك، منهم ملهمين ومنهم متفوقين في أشغالهم وأفكارهم الحديثة. لم يعد ينتظرون ساعات لمجيء الزبائن، بل صار الزبائن وصناع القرار الأمريكي ينتظرون في طوابير للوصول إليهم داخل أعمالهم. ومن مثل هذه الأمثلة قهوة هاوس في بروكلين وأروما كافيه في وسط منهاتن، وطيارين ورجال شرطة ومهندسين وآخرين. ولذلك يجب عليكم دعم أبنائكم وبناتكم، تشجيعهم وإعطائهم الفرصة للتعبير عن أفكارهم وتحقيق إمكانياتهم الكاملة، وهذا للوصول إلى الريادة والتقدم في المجتمع هنا والوطن والعالم بأسره. وكما قال الشاعر العظيم عبد الله البرادوني في عن 26 سبتمبر: وتبوح للنصر انطلق، فمجالك أبد لموع ولمرضعي سبتمبر دمهم لقد شب الرضيع، ولمرضعي سبتمبر دمهم لقد شب الرضيع. وفي النهاية تحياتي الخالصة ولا لقائمتها. أيش اتفقنا يا شباب في بداية الأمر؟ كل واحد منكم سفير لليمن. هل أنت تحسن أو تقدم اليمن في أفضل صورها لما شاب يمني أمريكي خريج كولومبيا يتحدث وأنت جالس تسولف القلب؟ أرجو من الحضور الكرام، باقي معنا فقرتين أو 3 فقرات نكملها وبعدها نقوم نرقص للصبح. انطلقت الكلمة لتدك صرح الظلمة، وكانت في البدء هي الكلمة. لقد كبرنا وترعرعنا على شعر الزبيري والبردوني والنعمان، أصبوا إلى أمتي حبا وأبعثها بعثا، وأبني ذلها بالشعر بنيانا، وأغاني سفرت من الجبل إلى الوادي إلى الساحل لتتغنى بالثورة ومبادئها. كأسا من الشعر لو تسقى الشموس بها ترنحت، ومشى التاريخ سكرانا. دعونا نستريح قليلا في واحة
المدير الشاعر حسن الدعيس فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. تحية لكم جميعا، كل باسمه وصفته. في الأدب العربي يقولوا لا تقيم الشعر في من لا ذوق له، وأعتقد أنكم من أصحاب الذوق. أرجو أن تهدأوا شوية يعني، حتى لأن الشاعر له أحاسيس له، ما بيقول إلا ما تعانون. القصيدة هي بعنوان وللظالمين نهاية. ألا أيها الظالم المرتمي، على وجهك اليوم بين التراب، أأبكيك يوما وقد خنتني على غفلة يوم ذبح الرقاب. فلولا حياتي أبت أن تموت، لكنت ضحية قهر العذاب. بريئا وكم أبرياء أنا نجوت وهم شهداء التراب. بظلمك صاروا هم الخالدون، وأنت كتلك نحت السراب. أجبني أيا عبرة الخائنين بما أنت فيه عديم الصواب. أجب إنني حي أرزق فلا يموت الشهيد فهل من جواب. صحت صيحة الموت من عنقي، فما هالني غدركم يا ذئاب. لأرضي ودمي شباب هم، إذا نحن متنا فليسوا غياب. فقولوا كما قال شاعرنا، فقولوا كما قال شاعرنا، بيوم من الدهر عتق الرقاب. فمات وقد جفت المذبح، من الدم قالوا مطر يا سحاب. فتبت أياديكم إنكم بلغتم من الظلم حد النصاب. فنادى المنادي أين الهمم، لكي نقطع الحبل قبل الندم. خذوا خائنا ذا طعم الرقاب، إلى السجن حطوه مثل الصنم. ضعوه على بقعة موحلة بمقدار باع ووطأة قدم ليبقى جزاء. وهات البقية على مسمعين، ومن رأى من الناس أهل الكرم يلقون أقصى جزاهم. فما لمن خان إلا أشد الألم، لقد بلغ السيل حتى الزبا، وقد جفت الساقية والقلم. متى أيها الشعب نصحى، متى وركب الحضارة أنار الأمم. وهنا مقطوعة عن الوطن الحبيب، حتى لو أطيل عليكم. رسمتك في حدقات المقال، وفي القلب تبقى الهوى والأمل. وأرشفت حسنك في مقلتاي، فأنت المنى والذي لا يمل. وأوغلت بالحب فيك، وما بدونك إلا الحياة وجل. ألوذ اشتياقا بسبق الولاء إليك، فأنت الملاذ الأجل. أيا وطنا اسمه من دل، كتبت وطرزته بالقبل. وبثت له من صفا خاطري، من الشعر من قافيات الغزل. ثناء صداه ترى الجنتين، وألحانه الغيث حيث هطل. نشيد على وضعه الغانيات، نشيد على وضعه الأغنيات، تردده كحمام الزجل. سلمت لنا وطن الكبرياء، ورمز الشموخ الذي لم يذل. وعفوك نرجو، فإنا عليك نترنا الخطايا، زرعنا الحيل. وماذا نقول، فإنا إليك نبوح، وكم يعترينا الخجل. أهناك نحن الجناة نعم، أهناك نحن الجناة نعم. نقر بأننا سلكنا الزلل، نفاخر فيك ونحن الجناة عليك، ونحن المصاب الجلل.
نفاخر فيك ونحن الجناة عليك ونحن المصاد الجلل نسيناك كلا وأنفسنا نسينا وتبنى بداء الجدل فأضحى على الهم شعب صبور ومن أجلها الأرض ضحى البطل لأجلك يا وطن نفتدي بأرواحنا رغم كل العلل فساد حروب وسلب العباد وموت الضمير لشعب قتل وطعن الولاء بسيف القضاء فأضحى المصاب حبيس الشلل أهناك أهناك فاصفح عن كل من أساء إليك فأنت الأمل ومد يديك إلى الشرفاء الشرفاء فهم قبس نورهم ما أفل السلام عليكم ورحمة الله عاد أيلول كالصباح جديدا سحقت في طريقها الظلماء يبعث الروح في الوجود ويسري في دمانا كما يدب الشفاء الضيوف الأكارم الحضور جميعا دعونا نعبر عن فرحتنا بهذه المناسبة العظيمة مع رقصة شعبية تعبر عن تراثنا وتاريخنا العريق يؤديها كل من أحمد الأدوار ووليد درويش فليتفضل ولؤي موال علي عيسى محمد جمال الشرماني
يا ذي الشوامق ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة قولوا لي يحيى بن محمد بنلتقي يوم القيامة أضيوف الأكارم الحضور جميعا وكما كان للشعر الفصيح مكانه ودوره في ثورة 26 من سبتمبر كان للشعر الشعبي قوته وتأثيره الكبير أيضا وسنبقى إياكم مع قصيدة شعرية شعبية يلقيها الشاعر فهد الفقيه فليتفضل يرجى من الجميع الجلوس والانتظار لأننا بعد هذه الفقرة سنوقد الشعلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساءكم سبتمبري كشعلة التي تنتقل في داخلنا الحرية أكتوبري كجبال ردفان نوفمبري الذي أجلى ويجدي كل الاستعمار الذي بداخلنا قصيدة بعنوان دوات حبري فؤادي يا ربوع اليمن يا ربوع اليمن يجمل غوابي بلادي يا جمال الحياة فيني لو أنت بعيدة أنت شراكتي نوري وبهجة فؤادي أنت الروح والأنفاس أنت المجيدة أنت الشمس لو صار الظلام اعتيادي موطني والسكن أنت بقلبي الوحيدة نطقت هاجسي ورجعت بعد ابتعادي عن بحور الأدب أعوام مرت عديدة بس لأجل اليمن بكتب وبعلن جهادي واجعل الشعر ساحة تشفي وليدة لو يجف القلم لو يجف القلم دوات حبري فؤادي واكتبك يا يمن وانسج حروف القصيدة وانت يا هاجسي زور المدن والبوادي وانتقي وانت يا هاجسي زور المدن والبوادي وانتقي من بحور الشعر نسخة جديدة لاني اليوم بعلى صوت بهتف ونادي عاشت ارض اليمن حرة ابية سعيدة عاشت ارض اليمن حرة ابية سعيدة دام سبتمبري ذكراه تعرق فؤادي شعلته لن تزل اليوم شعلته لن تزل اليوم تعزف نشيدة بعده اكتوبري حقق جميع المرادي ذاكرة هان باكتوبر صدق في وعيده ذاك مايو عزف نره ذاك مايو عزف لحنه ولحنه احادي ورايته لا تزل اليوم ورايته رفرفت رغم الخدع والمكيده شعلتي روح شعلتي روح وشعري زاد فيه اتقادي شعلتي روح وروحي زاد فيها اتقادي نار بركان تحرق كل فكرة بليدة والذي باعشل في يوم حق ابن هادي واضحة يا يمن الكل حدد رصيدة رغم كل الظروف رغم كل الظروف واثق برب العبادي وكل واحد جرى حب اليمن في وريدة لأنها الدم لأنها الدم في جسمي وحسب اعتقادي حب أرض اليمن عندي اكتمال العقيدة قد كتبت القصيد وما كان حبري مدادي حبري الدم ودم الحر تحفة فريدة ردد اليوم يا صنعاء
بصوتي ونادي خلدي رايتي وشعري ابتدى في نشيده رددي اياتها الدنيا نشيدي رددي اياتها الدنيا نشيدي انك اصل العروبه يا يمن رددي اياتها الدنيا نشيدي انه ايلول فليقف الزمن رددي اياتها الدنيا نشيدي انه تشرين فلتحيا عدن رددي اياتها الدنيا نشيدي وارفعي رايات مايو للعلن رددي اياتها الدنيا نشيدي ردديه عاليا رغم المحن رددي اياتها الدنيا نشيدي فشموخي ان يا اغلى وطن رددي اياتها الدنيا رشيدي ردديه في شموخ لا وهن رددي اياتها الدنيا نشيدي رغم طعم الموت في كاس الفتن رددي ردديه واعيدي واعيدي ويا عم السلم ارجاء اليوم شكرا الحماس في كل مكان وكل شخص منا في هذه القاعة يريد أن يشارك في هذه الفرحة أتعبناكم؟ نعم أطلنا عليكم؟ نعم نعتذر؟ نعم ولكن خمس دقائق باقي معنا شخص قال قبل 15 شخص قالوا أنهم قتلوا الإمام أنا ما نتصدق لكن معنا شاعر يمني المهندس عمر ومن بعده بإذن الله سوف سعادة السفير والمناضل ورئاسة الجالية وكل الشخصيات الاعتبارية بإذن الله سيقوموا بإيقاد شعلة الصبر 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 اليمن تشاهد الجالية تنتظر إليكم خمس دقائق عشر دقائق واحتسبوا الأجر تفضل قل بسم الله أبدأ بالأصل والمبدأ بالصلاة على النبي أستهل كلامي البارد من كثر همي الليل ما عدى جاني الهاجس من كثر ملهم جاني بعاني سامرني في كنتا وقيت الكل هاجسي ساق وملاني قال الهضي يا ماني من سبتمبر واكتوبر قال لي فزيت من نومي وأحلامي قلت الله أكبر كلا ولا وما دمه وجدي سبا ترحلني في الآفاق شد لحني وأوتاري جيت أسامركم بعد ما سرمد الليل انقضى جيت من صنعاء بلادي وعنواني قهري وعنواني جيت شاعر وفارس لجني نجم التبع تعرفني الميدان همدان ربعي كامل كمان كياني من تلك الديار أرقاك ما مجدها يرقى وجه مقسوم المقسوم في أسهل معاني وما دامه منبع انتمائي والأصل والمنشأ أكيد باغني كل أيامي وترنه موطني يا موطني فأبر عروبي هارافع هامي مهما الوقت يتحدى موطني يا جرح محفور في صفوتك فاني ويا قبلة وجع لمن يعشق تربك الطهرة ويا دمعة عاشق وطن صالت من عياني فيك زجيج أحلامي وفيني نسمك العقرة يا مسكت الراس تطل شامخ في كياني مهما الوقت قسى والوضع يتردى إلا اليمن اسم خالد في قلبي ويبداني ولدت في سيئون وعشت في صنعاء وحليت في الضالع وعدم بقية أيامي درت في شبوة ومريت في المناطق أو وسطى عزوتي أهلي أنا أخوكم وأنتم أخواني ما تفرقنا نوايب الدهر في الشهر في السهر والشدة أبد ولا حتى إلى من العادل الشاني ولا يفرق بنا الحاكم مهما فرد سم العدا ما يزعز من الوقت ولا تنتزل أركاني حنيت لمسجد الرأس ما حنت الرعدة حنين ما قلبي ضخ الدم في شراياني مذكرك يا بلا وطن وسط الحجار قطرت زارة انتمائي من وسط بستاني بستاني تلك الديار حيث خضر الربا حيث ما راسي وطى بين اهلي وكلاني لا يعرف معنى وطن الا من هجر وسرى ولا يعرف معنى الشوق من لم يعاني انا اللي تجرأت مرارة الغربة انا اللي انشدت بلاد العرب اوطاني انا اليمني لا ادري ما حولي جرى انا الصمت الحزين من شتات احزاني انا ابن ذاك الامي لا يكتب ولا يقرا انا ابن نعمه وجد فوجد الاباء امامي انا الوميض الذي توهج طيبه في الفلا انا الشراره التي اجعلت بها نيراني انا الاجناء تتلاحم وتلملم للبناء انا الحطام بين الركام انهض باحلامي انا ابن القياصره الاباطره الكبابره التتابعه بخطى الاجداد اعيد مجدي ومكاني
عائدا كالصبح في غسق الدجاج تجوبني خيوط الامال ليس محالي سيقطع نجم سهيل في كبد السماء وسيدور مجدي وينفجر جمود بركاني وتحرق شمس الضحى في قلبك وتزلزل الثرى كل من عاب باوطاني ما جاء وقت الا قرب حبل الرجال عكاد ارارت افاق حولي تجوب اذهاني ما طار طيرا في الجو بجراحه وطرا الا لجل السعد مبشرا ان الزمان كمان تهون في الدنيا صفحات الشجاع الا الوجود يبقى للارض والانسان تهوى تسطر عز سبتمبر واكتوبر من اكرم العلا تسطر دفعه التاريخ فهما قدم الاماني طول لنا صفحات في اعلى مراتب العلا اشاده من التاريخ جليا لا زيت ولا نقصان راسق بالبيت متوجا بتاج حمير وسبع مقنطر بالحلي واللؤلؤ المرجاني زاهيا كالذهب مزخرفا سرحا ممردا تسطر من قبلنا في الحاضر والماضي تسطر منزلا في علمة التاريخ ومضى فالله وحده في الوجود ينزل ولا جاني جليا كالبر زاك بصر الحدود وما راى متربعا على الدنيا شموخي وعنفياني اشادت بها كتب السماء بين الورى اشادت بان الارض يرثها اليمان الارض يرثها اليماني وبهذه النهايه قبل ان نوقف الشعلة وطبعا الفريق المنظم للفعاليه قد اتفق بان حفيد المناضل عبد الله السلال سوف يكون له شرف اعاده الشعله ولكن قبل ذلك دعوني ان اشكر من لا يشكر الناس لا يشكر الله من اسهموا في صنع هذا الحدث على راسهم رئيس لجنه التنظيم الاستاذ عادل المدير تحيه للاخ عادل ايضا الاخ ناصر المصري من اسبوعين وهو يشتغل طبعا انا متاكد باني سانسي كثير من الاسماء رئاسه الجاليه وهيئه اداره الجاليه مثله بالاخ علي عبد اللطيف الصايبي وعماد زيد ايضا نشكرهم احب ايضا ان انوه الاخ الناشط اليمني الامريكي احد قاده قوى التغيير ابراهيم القعطبي تحيه عزيز زيد ابراهيم الذي نسيته انا اسف فليتفضل اخونا محمد علاو لا يمكن ان ننسي الاستاذ محمد علاو طبعا اسمحوا لنا ان نقدم حفيد المناضل الكبير رئيس الجمهوريه الاول ابو الاحرار او ابو الثوار عبد الله السلال وسوف يلقي على ما سامعكم كلمه قبل ان ييقظ الشعله فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نطير عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد سعادة الأخ السفير محمد الحضرمي المحترم سفير الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الأستاذ علي عبد اللطيف الصايدي المحترم رئيس الجالية الأستاذ مشعل زغل المحترم رئيس الجالية المصرية والأخوات والأخوة أبناء الجالية اليمنية الضيوف الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بداية أهنئكم جميعا بأعياد الثورة اليمنية 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر المجيد الآن ومن خلالكم أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الغالية لليمن قيادة وحكومة وشعبا في ربوع الوطن وفي كل أرجاء المعمورة وأشكر القائمين على هذا الحفل الكريم وإنها لمناسبة عظيمة لكي نتذكر بكل فخر واعتزاز شهداء ومناضلي الثورة اليمنية المباركة وأهمية التعريف والتذكير بهم وبأدوارهم البطولية الخالدة والتي سطروها بأحرف من نور في سفر تاريخنا المعاصر وبالأهداف النبيلة التي وضعتها الثورة اليمنية المجيدة فهي ثورة شعب عظيم قامت لأجل بناء مستقبل زاهر لكل أبناء الوطن وللحاق بركب الأمم التي سبقتنا ولتحقيق التقدم والنمو والتطور والازدهار
وهنا أود أن أذكر بكل فخر واعتزاز مقولة لجدي المشير عبد الله السلام رحمة الله تخشاه، والذي كان يجيب عندما كان يسأل عن الثورة وأهدافها وهل هو قلق عليها، فكان يجيب بثقة في الله أولا وأخيرا ثم في شعبنا اليمني العظيم، إنه لا قلق لديه على الإطلاق. فالثورة اليمنية تجذرت في البحر، فهي ثورة قامت لتحرير الشعب والوطن ضد الاستعباد والاستعمار ولأجل كرامة وعزة المواطن، وجاءت ضد التخلف والجهل والمرض، وقفزت بتاريخ اليمن 1000 عام، وأبناء الوطن اليمني جميعاً هم حمايتها. كان المشير عبد الله السلام رحمه الله همه وشغله الشاغل الوطن، يؤمن بواحدية الثورة اليمنية، بوحدة اليمن أرضاً وإنساناً، وبالوحدة العربية. فكانت أهداف الثورة اليمنية العظيمة التي آمن وعمل بها منذ اليوم الأول لتحمله المسؤولية هي نبراس الدف الذي سار عليه. ختاماً أود أن أتقدم مجدداً بالشكر لسعادة الأخ السفير محمد الحضرمي وللقائمين على هذا الحفل الكريم وللأستاذ الفاضل محمد علي علاو على دعوته الكريمة لكي أجول أكون بينكم وأشارككم الاحتفال بهذا اليوم الثالث، وشكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبهذا نصل إلى ختام فعاليتنا مع أذان المغرب، وفي النهاية أحب أن أشكر قهوة هاوس على تقديم، وأيضا أحب أن أشكر التاجر اليمني الأمريكي أشرف الصايدي، فكان أكبر المتبرعين لهذه الفعالية، وأشكر كل من حضر، وكل أيضا قبل أن ننهي معانا تكريم للأخوة الضيوف من مصر الحبيبة، مصر التي قدمت الدماء من أجل هذه الثورة التي نحتفل بها اليوم، فتحية لمصر مع الأستاذ محمد علاء ورئاسة الجالية يقومون بأهداف ضيوفنا رئيس الجالية المصرية هدية من متواضعة من قبل جاليتنا. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.